يعني في زمن دوم كده في المحاضرة الأولية إننا هنتكلم عن المشاكل اللي موجودة سواء في الوضع أو إن شاء الله نتكلم عنها المرة اللي فاتت هي سلك التليفون، وهنتكلم عن الوايرلس تشالنج اللي إحنا بنواجهها في أي وايرلس إنفايرمنت، عشان بعد كده لما نتكلم عن المالتي كارير إيميليشن والأو بي إم نقدر نشوف إزاي نتكلم على المشاكل في الوايرلس تشالنج. طيب ده كده تيبيكال سيجنال ريسيف سيجنال باور لشخص بيتحرك في انفايرمنت وايرلس كويس. فزي ما انتم شايفين الفاريشن اللي بتحصل ما بين الترانسميتر والريسيفر هي الفاريشنز السريعه كويس، يعني الراجل ممكن هنا يتحرك فيو سنتيمترز حوالين الحته دي السيجنال عنده تفرق ب 20 دي بيز مثلا كويس. فاحنا عاوزين نفهم الاول ايه اللي بيحصل وايه اللي بيخلي السيجنال تزيد وتقل بالشكل ده، وهنعمل شويه كده كوانتيتيتيف ديفينيشنز للتشانلز دي، وبعدين هنشوف القصه دي بتاثر في السيجنالز ازاي وازاي بقى بعد كده هنتغلب عليها بالمالتي تشانل ديفينيشن. اول حاجه السيجنال في الوايرلس انفايرمنت بيتعرض لثلاث حاجات، حاجه اسمها باث لوس، حاجه اسمها لارج سكيل فيدنج، وحاجه اسمها سمول سكيل فيدنج كويس. الحاجه الاساسيه احنا بنتكلم عنها تقريبا معظم الوقت هي السمول سكيل فيدنج كويس. دي حاجه مهمه جدا، هي حاجه مهمه في الكوميونيكيشن. هنتكلم بسرعه الاول عن الباث لوس واللارج سكيل فيدنج الاول، وبعدين هنكمل بقى في السمول سكيل فيدنج. الباث لوس ده هو زي ما انتم خدتوا كده في الويفز انه السيجنال بتقل الباور بيقل بروبورشنال ل دي سكوير كويس، يعني الباث لوس بروبورشنال ل دي باور ان، ان دي بتساوي 2 لو انا عندي فري سبيس. لو انت في انفايرمنتس ثانيه مختلفه عن الفري سبيس الان ده الفاليو بتاعته هتتغير شويه، يعني ممكن مثلا في الشادو اربن سيلولار ميديو، شادو اربن سيلولار ميديو دي يعني انت في مدينه فيها معمارات عاليه مثلا او حاجه، فهيبقى الاكسبوننت من 3 ل 5، فده معناه ان الباث لوس اللوس بتاعت الباور ريسيف هتقل بريت عالي قوي لو انت مثلا في حته زي كده. في اماكن ثانيه زي مثلا الجيت بيدنج لاين اوف سايت 1.6 1.8 اوبستراكتد بيدنج من 4 ل 6 اوبستراكتد فاكتورز من 2 ل 3 اند سو. فده بينتج عنه ايه؟ بينتج عنه ان انت لو جيت رسمت السيجنال ريسيف مع المسافه باث لوس مع المسافه دي هيجي لك خط كده خطوط دي ايه؟ انا مثلا 2 كانت بتساوي 2 انا مثلا كانت بتساوي 4 اند سو كويس؟ فالحاجه الاولانيه ان انا لو انا في انفايرمنت الباث لوس ده اول حاجه بتاثر عليا وبتديني انه السيجنال بتبقى بتقل بشكل بروبورشنال لان ايه كوارتو او ان كوارتو او ايا كان الان على حسب المسافه اللي انت ماشي فيها كويس؟ ماشي يا باشمهندس؟ ايه؟ ده باث لوس ده باث لوس اه لا هو ده هنا بالماينس وماينس الدي في ماشي هو يعمل ايه؟ هو الباث لوس بيزيد بالايه؟ الدي في يعني. طيب الحاجه بقى الثانيه هنا اللوج نورمال شادو اللي هو الشادو ثاني حاجه اللي هو اسمها لارج سكيل فيلينج اللي هي اسمها الشادو. طيب اللارج سكيل فيلينج ده معناه ايه؟ معناها ببساطة لو أنت عندك بلاي ستيشن كده وبرضه مثلا بيلف حواليك كويس؟ والبلاي ستيشن دي أونلي دايركشن يعني الأنتنة بتبقى كده في كل الدايركشن زي بعض. المفروض لو أنا جيت رسمت مع التايم مثلا ده الراجل ده بيلف مع التايم لو رسمت مع التايم السن هتطلع إيه؟ المفروض يعني دي مسافة ثابتة ومفيش أي حاجة ما بين الترانسميتر والريسيفر وبعد كده بيتحرك كده. طيب المفروض يسيب حاجه شكلها عامل ازاي؟ صح؟ ما هو كله زي بعضه نفس المسافه. طيب لو ابتديت بقى تحط حاجات كبيره في السكه، حطيت هنا مثلا عمارات، حطيت هنا شجر كتير كده كويس؟ مجرد ما تتحرك كده هتلاقي مع الطعم يحصل ايه؟ تلاقي حاجه احسن كده مثلا مع العمارات كده مع الشجر مثلا كده تمام؟
القصه دي بقى اسمها شادو. وبيسموه جاكس سكيب دي. يعني السيجنال مش هتقل عبود الفات لوس بس اللي هو الاكسبوجر بتاع الفات لوس بس، لا ده هيقل كمان ويتغير الافرج بتاعه اكوردنج للحاجات البارتي اللي موجوده في السكه ما بين الترانسميتر والريسيفر. عشان كده لما تيجي تبص على الرسمه دي هتلاقي ان في عندنا اللارج سكيل فيتنج ده هو الايه البتاع اللي هي في النص دي اللي هي بتتحرك ببطء. كويس؟ الحاجه اللي بتتحرك ببطء دي هي بتعبر عن اللارج سكيل فيتنج. كويس؟ السيجنال الافرج بتاعها هو انت اللي بيزيد الحاجه اللي بتتشخر، لكن الافرج بتاع السيجنال هو ايه؟ هو الحته دي. الحته دي بتتغير اكوردنج لايه؟ اللارج سكيل فيتنج. في حاجات بالكي كده موجوده ما بين الترانسيتر والريسيفر عماله ايه؟ تغير تغير الريسبشن ماشي؟ فده اسمه ايه؟ لارج سكيل فيتنج. يبقى انا عشان اخد الايفكت بتاع ده كده شادو اللي عندك مثلا زي ما تقول قصر مثلا السكه عبارات كتيره عصاها فده بيدي لك الايفكت بتاع اللوك نوم شادو. اللوك نوم شادو ده الموديل بتاعه هي دي. فانا دلوقتي لو عاوز احسب الفات لوس ما بين اي حاجه والتانيه فهي الباث لوس عند مسافه معينه ده انا عارفه مثلا وعارف الاكسبوننت بتاعي كام، فانا بشوف الباث لوس عند مسافه معينه وازود عليه الفات بتاع ايه؟ المسافه بتاعتك بالنسبه للكي نوت اللي انت عارف عندها زائد اكس سيجما اللي هي زيرو مين جاوس الاندر دايموند من دي بي وده ستاندرد ديفيشن سيجما ده هو اللي بيدي لك الفاريشن بتاعك بتاع الافرج بتاع السيجما بتاعتك بيتحرك ازاي مع الوقت او المسافه او التربه. تمام؟ طيب دول الحاجتين اللي هم اللي كانوا بيتكلموا عنهم بسرعه قوي اللي هو الباط لوس واللارج سكيل فيلد. بس. طيب احنا مشكلتنا في الكوميونيكيشنز ايه بقى؟ اكبر مشكله في الكوميونيكيشنز هنا هي قول. طيب على
sai do meio chama aqui, vai seguir direito isso aí. ممكن تبقى مثلا ايه؟ اصعب شويه. فمثلا احنا بنسيب حاجه قيمتها واحد وهنا هنسيب حاجه مثلا قيمتها نص بعد شويه تايم اسمه مثلا كام؟ كويس؟ طيب لو انا دلوقتي الانتاجه بتاعت الريسيفر اللي هي عليها الاثنين دول هيحصل ايه؟ لما يجي عليها الاثنين دول هيحصل ايه؟ هتجمعهم صح؟ هتجمعهم. طيب لما تجمعهم هيحصل ايه؟ او ممكن يحصل ايه وممكن يحصل ايه؟ يا اما هيجمعهم لو كانت النقطة دي جت هنا مثلا هيجمعهم صح؟ طب لو النقطة دي جت هنا هيحصل ايه؟ هيطلعهم صح؟ طيب لو انا بتكلم على فريكونس واحد جاي يعني المسافة دي كده واحد جاي مسافة شوف بقى فرق المسافه قد ايه هيفرق معاك في الباتس دي واحد جنب الثاني. هي سنتيمتر. كويس؟ يبقى انا فرق المسافه ده لو هو فرق بسيط وعمال يتغير بسكند سنتيمتر هيحصل ايه؟ هتلاقي نفسك مره النقطه دي جت قدام دي ومره النقطه دي جت قدام دي. وانت بتتحرك كده اهو وسنك عماله تجيلك، فرق التو باتس دول عمال يتغير في السنتيمترز فشويه يجمعوا وشويه يطلعوا، شويه يجمعوا وشويه يطلعوا، وانت عمال تتحرك. بس فرق المسافات دي 50 متر زائد 2 سنتيمتر مره و50 متر ناقص 2 سنتيمتر مره. تمام؟ فمره هيجمعوا مع بعض ومره هيطلعوا مع بعض. فهتلاقي نفسك هيحصل لك حاجه بالشكل ده. ان انا مره رجعت السنه اللي هي السنه الاصغر دي، مره هتبقى ديليت وهتماتش مع اللي فوق فهيجمعوا، ومره هتبقى ديليت هتبقى بالظبط عكس اللي فوق اي حاجه اللي في الفيديو. تمام؟ فتلاقي نفسك وانت بتتحرك في انفايرمنت فيها مالتي باث تلاقي نفسك ايه؟ الساين ويفز دي بتجمع شويه وبتطلع شويه. وهي ما بيكونش تو ساين ويفز بس لا بيبقى كتير على حسب المالتي باث والانفايرمنت اللي انت فيه. بيبقوا كتير قوي. مش اثنين ولا ثلاثه لا تنس يعني. تمام؟ يبقى الحاجه الاولانيه هي انه نتيجه الحركه في مالتي باث انفايرمنت السيجنالز هتجمع او هتطلع اكوردنج لفرق المسافات بتاعت الباث بتاعك وفرق المسافات ده لو كان سنتيمترز قليله الحاجات دي هتفرق مع بعض انها ممكن تجمع او ممكن تطلع في مسافات قصيره قوي بتتحرك انت فيها. اوكي؟ طيب هل جمعهم وطرحهم دول ديبندنت على الفريكونسي ولا لا؟ يبقى انت على الفريكونسي ولا لا؟ يعني انا لو انا ما عنديش الفريكونسي دي لو عندي في نفس الانفايرمنت ده دبل الفريكونسي هيحصل ايه؟ عندي نفس هل فرق الفريكونسي ده هيخلي النقط اللي كانت الدنيا فيها تجمع او تطلع هي نفس النقط ولا هتفرق؟ هتفرق صح؟ ليه هتفرق؟ لانه ببساطه النقطة اللي احنا كنا بنطلع فيها مع بعض خالص اللي هي الدوري جت هنا هيطلعوا من بعض بس في نفس الوقت هنا هيحصل ايه؟ النقطة دي هي النقطة دي صح؟ فدي لو تاني واحدة بقى جت من الأول هنا هيحصل ايه؟ هيجمعوا يبقى هنا عند الفريكونسي دي هيطلعوا وعند دبل الفريكونسي هيجمعوا فتجالي نفسك انه ايه؟ انه الحاجات دي بتجمع او بتطرح مع بعض ديبندنت دي حاجه ديبندنت على ايه؟ على الفريكونسي بتاعتك، على الكاميرا فريكونسي بتاعتك. يعني مش معنى ان شكل عند الفريكونسي واحد جيجا انا تديها لك ان بتاع بيك ان عند 2 جيجا او 3 جيجا هيبقى فيه باور. لا ملوش دعوه على حسب بقى الديليز ده بتاع كل الكومبوننتس الديليز بتاعتها جت ازاي وجمعت وطلعت من بعض ازاي. اوكي؟ فدي حاجه ثانيه انا هنا ديبندنت على الفريكونسي وانا كده نتيجة بقى كده افهم انه نتيجة حركة بسيطة ممكن اشوف الشكل ده ان انا بتحرك انا عمال بتمشى هنا بالقدرة السيجنال اللي جاية لي من الفيس ستيشن اللي ممكن تكون في ميدان الجيزة ولا في ميدان الدقي ممكن تكون السيجنال دي وانا عمال بتمشى كده عمال اشوف ايه الشكل ده وانا مجرد في 10 متر انا رايح جاي كده السيجنال عمال اطلع انزل اطلع انزل اطلع انزل انه في كومبوننتس كتير قوي عمالة فرق الباتس ما بينهم عمال يتغير
سنتيمتر قليله مره اتحقق فشويه اقنعه وشويه اقنعه وانا اخدهم اقنعه وانا اقنعه اشوف الشكل ايه الظريف اللي احنا شايفينه قدامنا. دكتور
طيب الافكتس بقى بتاع الفيلم اللي احنا هنتكلم عنها في الكورس بتاع السنه دي هي ايه بقى؟ اول حاجه ان هيبقى في رابيد تشينجز ان سيجنال سترينث اوفر ا سمول ترافل ديستنس اوف تايم انترفل اللي هو الشكل اللي احنا شفناه في الرسمه اللي قبل كده. اول افكت انه ماجنتيود بتاع السيجنال هيتغير وانا بتحرك في مسافات قصيره او في اماكن مختلفه. تمام؟ هنشوف ده بالتفصيل. تاني حاجه ان هيحصل لنا حاجه اسمها تايم ديسبرشن كوزد باي مالتي بارت بروباجيشن زي ما هوريك دلوقتي يعني ايه بقى. تاني حاجه هنتكلم عنها الفتره اللي جايه هي لانجر فريكونسي مودوليشن دو تو فاليو دكتور شيفت وديفرنت مالتي بارت سيجنالز اللي هو هنشوفها المره اللي جايه. هنرجع للحاجات بس في حاجه هنا برضه مهمه عاوزين نتكلم عليها قبل ما نكمل هي انه الفيلينج از ايه؟ از بيوري اسبيشال فينومينا. If objects in the radio channel are static and motion is considered to be only due to that of the mobile, then fading is purely a spatial phenomenon. يعني ايه كده؟ يعني لو انا واقف في مكاني ده في اي وقت وقفت في نفس المكان وكل حاجه كانت في مكانها بالظبط. كويس؟ كل حاجه كانت في مكانها بالظبط، البيس ستيشن اللي بيبعت لي في مكانه بالظبط، كل العربيات اللي في الشارع في مكانها بالظبط، كويس؟ انتوا وانتوا قاعدين كده ما حدش جاب دماغه كده او جاب دماغه كده، كويس؟ كل حاجه بالظبط ثابته. يبقى انا لو انا واقف هنا لمده سنه هنسيب نفس السنه بالظبط. كويس؟ طب فين في حاجه الامر هو ايه؟ سبيشال فينومينا هي حاجه بتديبند على الاماكن بتاعت الحاجات بالنسبه لبعض. الريسيفر فين والترانسميتر فين والحاجات اللي بتريفلكت السيجنال فين. تمام؟ طيب الناس بتتكلم عاده عن الفيدي على انه تمبرال فينومينا يعني فينومينا ليها علاقه بالتايم مش ليها علاقه بالمكان. ليه؟ لانه في الاخر انت بتتحرك كويس بتتحرك بسبيد فالمكان بقى هو والتايم حاجه كوريه انا بروح اماكن مختلفه في اوقات مختلفه فبدل ما هعرف الفيدي على ان فينومينا ليها علاقه بالمكان بتاعك فبقت فينومينا ليها علاقه بالتايم كويس فينومينا ليها علاقه بالتايم وانت حركتك بتخلق اماكن مختلفه لكل الحاجات الموجوده في كل الاوقات. فانا في تايم معين واقف هنا، في تايم تاني بقيت واقف هنا. كويس؟ فبقى الفيدنج بتاع الشانل اللي انا بشوفها هو في الحقيقه ديبندنت على ايه؟ على التايم اللي انا بتحرك، مع ان في حقيقه الامر ليه علاقه بالاماكن بتاعت الحاجات. فهلاقي نفسي الرسمه اللي هنا دي في الحقيقه الناس عاده ما بترسمهاش كده. ان انا بترسمها لانه بيحط تحت التايم كويس التايم ده هيبقى ديبندنت على سرعه الراجل فممكن احط اللي تحت ده للسكندز ممكن احطه الواحده اليونت بترول 1 سكند ممكن احطه اليونت بترول 10 سكند على حسب سرعه الراجل فمع ان الاكس الحقيقي والقصه الحقيقيه هي انه هي ليها علاقه بالمكان بتاع الريسيفر بالنسبه للترانسميتر الا انها في حقيقه الامر بالنسبه لنا احنا عشان احنا كل حاجه عندنا اذا فانكشن اوف تايم الا انها ما تفرقش عن ان انا اقول انها فيلي اذا فانكشن اوف تايم في حاجات بتتحرك. كويس؟ فيلي اذا فانكشن اوف تايم في حاجات بتتحرك. بتتحرك هتوديك مكان تاني والمكان التاني هيجيب لك شانل تاني. اوكي؟ فدايما بنتكلم على فيلي على انه حاجه فانكشن اوف تايم. ماشي؟ اي سؤال؟ طيب. اي سؤال يا جماعه؟ قول. انا واحد. فرق الفيز هيتاخد ان السنه دي تجمع ورا الطفل.
تمام؟ فانا لما اتحركت من هنا لهنا فرق المسافه ما بين التو باثز، فرق المسافه ما بين التو باثز بتتغير مثلا من 50 متر ل 50.2 متر. ال 50.2 متر دي لما تيجي تحطها هنا بقى تحولها للتايم بالسي اللي هي 3 في 10 اس 10 سنتيمتر في الثانيه، هتجيب لك فرق زمن. واخد بالك؟ ففرق الزمن ده حركك النقطه دي بالنسبه دي شويه، فهلا كده شويه كده شويه. الحاجات اللي هنروحها بعدين مختلفه. يعني هو كده كده هيحصل تغيرات في السيجنال مع التايم، بس الاحتمال يعني هو ده، هو بالظبط ده، هو ده، هو ده بيفسر دي. ده بيفسر دي، الرابر اتحرك مترين الناحيه دي، فرق الباث ما بين الدايركت باث والريفراكتد باث فرق 0.2 متر. ال 0.2 متر دول خلوا 2 سم دول شفتوا على بعض خلاص، بدل ما كانوا بيجمعوا بقوا بيطلعوا. مثلا ما بين الترانسميتر والريسيفر ما فيش اي علاقه خالص، يبقى ما فيش ريفراكتد باث. يبقى هو هوم باث وخلاص، وانت بالريسيفر اللي جاي لك خلاص. ده كل اللي فات انت لما بعدت شويه الامبليتيود قل شويه. أي سؤال؟ أي سؤال؟ طيب طيب وبعدين هيجي ايه؟
نفس الساين ويف بس الفيز مختلف عن الفيز مختلف. يعني ايه حاجه عامله كده؟ تمام؟ فبنت مثلا 0.8 اي حاجه اي رقم 0.8 وهي فيز. طب الشويه التانيين دول هيعملوا ايه؟ نفس الكلام هيجوا لي بتاع حاجه من عند 1000 مثلا او من عند 1010 ممكن يكون حته فلوس فيها شويه تعدي كده ومن عند 1010 هيجي ايه؟ ساين ويف ظريفه كده مثلا 0.3 صح؟ فانا كده باعت ساين ويف موجوده من 0 ل 1000 قيمتها 1 بتاعت شانل فبعت من 0 ل 1000 قيمتها 0.8 وبعدين من 1000 ل 2000 قيمتها 0.3 كويس؟ طيب اي اوبزرفيشن بقى اي كومنت تقدر تقولها على اللي احنا شفناه ده ده هيعمل عندي ايه بقى لو انا ببعت بجد؟ سيجنال ايه؟ سيجنال جت كذا مره ماشي ده ده هيعمل عندي ايه برضه؟ في افكت واضح انه خدتوه على الفيديو حد قال حاجه؟ اه يس لو انا بقى بدل ما ابعت واحده بعت كذا واحده هيحصل ايه؟ حسب عايز سؤال تاني واحده دي شويه الاولانيين هيجيبوا لي من 1000 ل 2000 برضه فبقت دي الشويه التانيين بيجيبوا لي من 1000 ل 2000 ودي الشويه الاولانيين بيجيبوا لي من 1000 ل 2000 اللي جاي هو ده يعني دي الحاجه اللي هنا هتجيبها لي من 1000 ل 2000 ودي الحاجه اللي هنا هتجيب لي من 1000 ل 2000 برضه حصل ايه؟ عايز سؤال صح؟ حصل عايز سؤال قول لانك انت لانك انت في الاول مش كل السايد ويفز موجوده. انت عندك الحته الاولانيه دي في هنا سيجنال هتخش معاك وبعدين هنا سيجنال وبعدين هنا سيجنال وبعدين هنا سيجنال فمفيش حاجه ثابته. مره بتقطع اثنين سايد ويفز وبعدين ثلاثه وبعدين اربعه وبعدين خمسه مفيش حاجه. وبعد كده هيبقى كلهم بقى لما توصل نقطه معينه كل ال 10 مثلا الموجودين هنا خلاص وصلوا. فبقى من اول النقطه 10 في 10 سايد ويفز بيتجمعوا مع بعض. ماشي مفيش اربعه في الاول وبعدين السته. هو فرق الفيز هو فرق المسافه كل واحده فيهم غاليه من الخطوه الثالثه. صح؟ كل واحده غاليه من الخطوه الثالثه فده هيترجم لفرق فيز لما نجمعهم على السنه الاساسيه او نجمعهم على بعض يعني. تعمل ايه؟ انت ما بتبعتش كل واحده انت بتبعت واحده بس. انت باعت من هنا 1 ساين انت مش باعت 10. انت بعت على واحده على دخلت على 10 سكك هي واحده وانت فاكر كل اللي احنا بنتكلم فيه ده احنا بنبعت 10 ما بنبعتش 10 لان كل واحده ليها ديلين مختلف فالاولانيه وصلت لك كده الثانيه خدت ديلين مختلف شويه فوصلت لك من اول هنا الثالثه ليها ديلين مختلف شويه فوصلت من اول هنا الثالثه دي اللي هي ايه؟ اللي هي اول هي نفس السيجنال بس عدت على بعض الثالث هي نفس السيجنال معديه على بعض خاص في فروقات بسيطه في الكليبر دي ماشي دكتور هو شرط الديتكشن في الحاله الثانيه يبقى اكتر من المره الحاله الاولانيه بسبب الباس يعني حضرتك الاول 0.8 0.3 اه الشرط الحاله الثانيه دي ولا هو شرط فعلا عشان لا لا مش شرط هو ده جاي من الديستريبيوشن وده جاي من الديستريبيوشن تمام خلاص الديستريبيوشن ده الاملج بتاعه اكتر من الديستريبيوشن ده بس ممكن تبدله لكن ممكن مش هيبدله املج هيبدله فاليوز حاجه اعمل ريلايزيشن هيطلع لي من 2.3 وهيطلع لي من 2.4 ممكن اه ستاتستيكال يعني جامد قول انا بس ما فيه اللي تحت دي طيب انا دلوقتي باعت الساين ويف على الشانل الشانل دي فيها 10 شانلز صغيرين كده 10 خاطز صغيرين هنا قريبين من بعض الاثنين و10 خاطز هنا وهنا قريبين من بعض الاثنين ال 10 الاولانيين دول يدوني ساين ويفز كل واحده فرق عن الثانيه حاجه بسيطه. كويس؟ لغايه اخر واحده فيهم جت هنا مثلا. فعندي في الحته دي بدايه 10 ساين ويفز. خلاص؟ وعندي من اول هنا في 10 ساين ويفز كومبليت. فال 10 ساين ويفز كومبليت في الحته دي مجموعين على بعض تمام ومديني ساين ويف بفيز مختلفه وامبليتيود مختلفه. الفيز مختلفه وامبليتيود مختلفه دول احنا لما بنتكلم على الامبليتيود بس فبنقول مثلا طلع من الصوت مثلا 0.8 خلاص؟
نفس الساين ويف الواحده اللي مفروضه من هنا دي هتعدي فوق وتحت 10 باطس ما بين فوق وتحت. ال 10 باطس دول عندهم جنيز مختلفه هيدوني بتاع شكلها عامل كده بس مختلف عن الاولانيه. جمعتهم على بعض ادوني ساين ويف لفيز معين وماجنتيك كوانتيتي. فبقى ايه؟ باعت ساين ويف قيمتها واحد نستخدم ساين ويف في التايم سلوت الاولاني قيمتها كوانتيتي وساين ويف في التايم سلوت الثاني قيمتها كوانتيتي. ماشي؟ الايه؟ الايه؟ عشان كل ما في ملهاش شكل معين، كل حته صغيره منها عباره عن ساين ويف. بس ساين ويف بفيز وارتيتيود مختلفه، فهتبص عليها تلاقيها شخصيه. تمام. طيب اللي هو ده اللي على اليمين ده اللي هو ال 10 سنين مثلا تقريبا هم المفروض يجمع عليهم ما هو 10 سنين الزمنيين خلصوا خلاص انتهت تخلص عند 1000. فدي خلصت عند 1010. السنه اللي فاتت دي كل الكونفرنس بتاعتها خلصت عند 1010. ودي التالت اللي عند 1000. فالحته اللي في النص دي فيها شويه عك مش مهم يعني استجلاب كانت في النهارده. ماشي؟ انا دلوقتي مش باعت سيمبل واحد انا باعت سيمبل تاني كمان تاني. السيمبل اللي بعديه ده شويه الباصص دول السيمبل ده مضروب من زيرو او من 1000 ل 2000 تمام؟ دول لما يعدوا على دول هيدوني حاجه من 1000 ل 2000 ولما يعدوا على دول هيديني حاجه من 2000 لسنه 3. فبقى من 1000 ل 2000 في شويه من هنا وفي شويه من هنا. طبعا في ايه؟ الحته دي فيها عايز استعراض ما بين الاولاني والثاني. ماشي. اي سؤال؟ طيب احنا بقى هنعرف ايه بقى؟ هنعرف الانشالت دي على ان فيها حاجه بقى احنا بنسميها ايه؟ كلون ليزوزو من ليزوزو بالباص. ايه بقى ليزوزو بالباص دي؟ ليزوزو بالباص دي هم تعرفوا عن اللي هم عاوزين يعرفوا زي ما هنشوف يعني بعد شويه برضه وحطوا من جايه شويه الديفينيشنز بتاعت الفيلم شانلز عاوزين يعرفوا توضح لك ان الشانل دي طولها ايه بالنسبه للدلتا بتبعها كويس؟ فعاوز يشوف الترتيب ليه دي اللي هي المسافه ما بين اول باط واخر باط. مسافه في التايم ما بين اول باط انت استقبلته في الريسيفر واخر باط انت استقبلته في الريسيفر. كويس؟ فالمسافه دي لما تقسمها على السيم ديوريشن هيديلك حاجه اسمها ان. كويس؟ يعني انا لو انا عندي السيم ديوريشن بتاعي كله 10 تمام؟ واللي اتشغل طولها 100 تمام؟ ده معناه ايه كده ببساطه؟ ان انا كل سيم جمعته هيقعد على الشانل 110 تمام؟ فبقى انا ببعت 10 وعندي الشانل بتقعد تدي لك اوت للسيمبل ده لمده 110. يبقى انا كده عندي كام سيمبل هلاقيهم؟ تعالى نعمل معايا السؤال 10 غير انا بقى عندي انا وفي جنب ال 10 كمان هعمل عليهم معايا السؤال. فده انديكيشن لكميه الاي اس اي الموجوده. كويس؟ فده اسمه ايه؟ اسمه النمبر اوف ريزولفبل باتس. كويس؟ فالنمبر اوف ريزولفبل باتس ده انديكيشن للاي اس اي بيحصل قد ايه؟ كويس؟ الاي اس اي بيحصل قد ايه؟ ماشي يا جماعه؟ يبقى انا كده لو عارف انه مثلا في ديلي ده بيساوي 100 يبقى انا اكيد بالعقل كده انا يمكن هبعت مثلا تي سي اللي هو الديوريشن بتاع السيرفر مش ممكن احطه مثلا ب 1 لانه ساعتها هيحصل لي اي اس اي في 100 فالاي اس اي 100 مش هعرف احله اكيد قوي. كويس؟ فده بيعمل لي ليميتيشن للريت اللي انا اقدر العب. انا كل ما بصغر الدي كل ما الريت بيزيد. تمام؟ فانا مش هقدر العب بريت عالي قوي لو التشالنج بتاعي طويل قوي. فعلى طول النمبر اللي بيزوجها من الباص ده هو انديكيشن لكميه الاي اس اي اللي جمعها لي عند نقطه معينه اه والله انا كده خلاص ما اقدرش ابعد اسرع من كده. لانه اكتر من كده هيبقى فيها اي اس اي مش هقدر اطلعه. اوكي؟ اي سؤال؟ دكتور هو مثال ان انا هيبقى
Ein Gesetz. Ja? اثنين هما اثنين عندك اثنين عندك المسافه ما بين اول واخر باص دول كام؟ 1000 تمام؟ والسيمبل ديوريشن 1000 زائد واحد يبقى اثنين، ما انا كان عندي اثنين اثنين ريزولف اون باص ماشي؟ فده ايه بيفرق معايا بقى في كل حاجه وهنشوف ان الرقم ده اللي هو نمبر اوف ده هو حاجه اساسيه لما تيجي نعمل ديزاين لاي كوميونيكيشن سيستم زي ما هنشوف. طيب، أي سؤال في المثال ده؟ أي سؤال؟ تي سي هنا 1000 تي سي اللي هو الديوريشن بتاع السيت الديوريشن 1000 يونتس ودي ليه هتبقى أول 1000 أنا عندي هنا 0 أول واحد و1000 و10 طبعا مش فاكر يعني 1000 آخر واحد فده كده 1000 انت دلوقتي خلاص عرفت ان بتاعك طولها 1000 حلو لو انا خدت التي سي بتاعتي في 10 يبقى نمبر الزوجه والباص يبقى 100 كويس 100 ده انا عارف انا عارف السيستم اللي انا عامله يقدر يفك اي اس اي لغايه كام فمثلا اخر 20 فلو انا حطيت البتاع هنا 10 هيبقى عندي 100 مش هعرف فوق يبقى انا اخر حاجه بتجيب لي 20 لو بتبيع ده انا ببعت بريد 10 كل 10 ببعت سمبل طبعا عندي بس اي في 100 يعني ايه تحت 1000 عشان يفك 1000 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 بس انت لو انت عندك لو انت باعت بريد عادي وعندك قص مبلغ كل ده هيحصل ايه؟ مش فاهم وانت بعت بريد صغير كده وتشغل عندك فوق كل واحد من ال 1000 يعني هو 1000 يونت برضه بريد اقل يعني بريد يعني مش دي مش واحد يعني لو دي دلوقتي عندنا دلوقتي تي سي ب 1000 فهمت؟ ودي دي ريت هي هنا ما بين دول ودول 1000 ايوه انا بتكلم تي دي ريت مش ريزلت تي سي لا دي اللي جاي نتيجه ان في فرق في الطول ما بين الباص دي والباص دي. كويس؟ انا بس يعني بالصدفه خدتها طول الديوريشن عشان تبقى نظام سهل. يعني ما لهمش علاقه ببعض يعني. 1000 دي غير 1000 دي. يعني 1000 اللي هو فرق الديلي ما بين الباص ملوش علاقه بال1000 اللي هو طول السيم ديوريشن. دي جايه نتيجه فينومينا ودي حاجه بتحكم فيها. ماشي يعني بس انا عملتها كده عشان تبقى سهل ان انت تشوفها. لا انت لا مش كده انت يعني هنا بص بقى ممكن يبقى ان جيفن عندك لو انت عارف الماكسيموم كومبلكستي بتاعتك يعني انت مثلا ممكن تقول اه انا مثلا ان الماكسيموم بتاعتي 20 ممكن تبص للمساله بالشكل ده ان انا ما اقدرش افك حاجه فيها اي اس اي اكتر من 20 خلاص فدي 20 هتبقى جيفن التي دي ليه بتاعي الحاجه البروبرتي بتاعت الشان ما اقدرش اتحكم فيها واخد بالك يبقى التي سي دي احسبها من الحسبه دي ممكن ابص لها كده طيب اي سؤال يا جماعه في الكلام قول افرض ان انت عندك باص بس انا واخد اكزامبل الحقيقه ما بتبقاش كده بالظبط. الحقيقه بتبقى عندك كل الديليز. كويس؟ فعندك كل الديليز اللي مليانك 1000 يونتس. كويس؟ فانت اي حاجه هتبعتها هتبقى سبريت اوفر 1000. فلو انا حاجه قعدت باعت بطول 10 الطول 10 ده وبعدين واحده ثانيه بطول 10 واحده ثانيه بطول 10 بيتس ورا بعض بس. فكل واحده فيهم كانت 1010 1010 1010 وكل واحدة لو بعتها هتعمل انترفيرنس على 100 واحدة على صح؟ لأن طولها الإمبلس ريسبونس بتاعها بدل ما هو 10 هيبقى 1010
يعني ايه بس خلاص كل واحد انا عندي 1000 باص من دول اي حاجه بقى معاك حتى كل ال 1000 كلهم ما هو ما انت عندك بقى حاجه في الليل 10 وحاجه في الليل 20 وحاجه في الليل 30 وحاجه في الليل 40 فعند اي تايم هتلاقي في 100 واحده بالترتيب على بعض ماشي هتلاقي انا عاوز اسال هو انا مش مستوعب برضه ازاي 1010 يعني حضرتك مش عارف مش عارف مش مستوعب ايه 1010 يعني حضرتك قلت سنه لعمر كنت بتقول 1010 يعني ليه حضرتك عملتها على بعض؟ عشان انت سنة تانية خدت انك لما بتعمل كونفليوشن بتجمع مجموعة على بعض. ولا ما تعرفش كونفليوشن؟ لا انا عارف حلو قوي، لما بتعمل كونفليوشن بين تو سيجنالز بيتجمع كله. بس بعديها كنت انا باعت سيمبل كله 10 كده على تشانل اتش كلها 1000 هيطلع لي حاجة كلها 1010 بتتأثر على يعني بتتأثر على ان انا كل واحده ببعتها بتطلع لي 1010 فلو حطيت 100 واحده جنب بعض اللي بتكتبهم 10 دول اول واحده دي هتعمل انترفيرنس مع ال 100 واحده اللي بعدها تمام ماشي اي سؤال؟ طيب ايه بقى الحاجات اللي بتأثر على الفيديو؟ مالتي باث بروباجيشن ده بنسميه مالتي باث بروباجيشن كويس؟ كلمه مالتي باث بروباجيشن دي يعني انت بتبصها ايه يعني نظرتين، نظره ان انت عندك باث كتيره كده كويس؟ ونظره ثانيه انك عندك ريزولفر باث كويس؟ فالمالتي باث ده هو في باث كتيره باي ديفينيشن وهو بينتج عنه في كيسز كتيره ريزولفر باث كتيره فبيحصل عليه ستوب تمام؟ ده معنى المالتي باث بروباجيشن الحاجات اللي بتأثر برضه في الفيدنج الثانيه السبيد اوف ذا موبايل سبيد اوف ذا موبايل ان انا كل ما بتحرك اسرع كل ما الشبكه بتتغير اسرع زي ما هنشوف دلوقتي سبيد اوف ذا سراوندنج اوبجكتس ده بنفس الطريقه بيغيروا برضه في الحاجه اللي انا بسالها وترانسميشن باندويث اوف ذا سيجنال يعني ترانسميشن باندويث اوف ذا سيجنال بيقول لي الواتس بتاع الباتس ايه قد ايه كل ما الباندويث بتاعي بيزيد كل ما الباتس ايه هتظهر وكل ما تظهر كل ما هيحصل هاي سلايد الحاجات دي كلها بتأثر في الفيدنج زي ما هنشوف بالتفصيل. طيب تعالوا بقى نبص على حاجة مهمة أوي هنا. إحنا زي ما قلنا بنديفاين الشانل بنديفاين الشانل على إنها حاجة بتتغير مع المكان أو بتتغير مع الوقت، صح؟ إحنا قلنا إحنا بنروح أماكن مختلفة ولما نروح اماكن مختلفه بنشوف حاجات مختلفه وان احنا لو بنتحرك فاحنا الحركه اللي احنا عليها ان انا بروح اماكن مختلفه في اوقات مختلفه ونقدر ان احنا نديفاين الشغل بتاعتنا انها حاجه از ا فانكشن اوف تايم مش از ا فانكشن اوف مكان تمام؟ طيب احنا دلوقتي بقى عندنا التايم بقى ليه معنيين تايم في الفيدنج كونتكست بقى ليه معنيين معنى ليبو هو اللي تشانل شكلها عامل ازاي؟ يعني ايه شكلها عامل ازاي؟ يعني انا مثلا اللي تشانل ده انا لسه مساحه دي اقدر اعمل لها موديلنج لتو دلتاز واحده عند تايب صفر واحده عند تايب 1000 كويس؟ وهسمي الاكس ده تاو كويس؟ يبقى انا شكل الامباكس ريسبونس لما هرسمه مع التايم هرسمه مع الاكس اسمه تاو وهو اللي هيقول لي اماكن الامباكسز دي هيبقى فين؟ ان انا عندي مثلا امباكس تايم 0 وامباكس تايم 1000 وان انا في وقت معين الامباكس دي كانت قيمتها بوينت 8 والامباكس دي كانت قيمتها بوينت 0 كويس؟ فده الموديل بتاع الشانل ده ايه؟ الموديل بتاع الشانل الشانل دلوقتي شكلها عامل كده فيها تو بات تو دلتاس واحده عند 0 وواحده عند 100 وده مثلا ايا كان الديستريبيوشن بتاعه وفي مين معين وسيجما سكواد معين والديستريبيوشن ايا كان وده برضه في مين تاني سيجما سكواد ثانيه مين 1 وسيجما 1 سكواد مين 2 سيجما 2 سكواد وصور خلاص انا التاو بتعرف لي ايه؟ بتعرف لي شكل الامباكس ريسبونس
يمكن سيكون شكل بالتكين ولا تغير الريت بس. قضيت عند زيرو قضيت عند 1000 وقضيت عند زيرو قضيت عند 100. كويس؟ فده بارامتر بيعرف لي الشكل بالشكل. في بارامتر تاني انا هسميه تي يقول لك ايه؟ يقول لك والله انت عند تايم زيرو الشكل كانت عامله كده عند تايم 1000 الشكل كانت عامله كده. انا عندي هنا 0.7 وهنا 0.1 انا كاني عاوز اكابتشر اتنين فينومينا مجهومش علاقه ببعض. فعشان اعرف اعملهم كابتشرينج بشكل كويس انا هعرف كان عندي تو تايم فاريبلز واحد فيهم بيقول لي التشانل شكلها ايه مع التايم اللي هي الدلتاز بتاعتي شكلها ايه مع التايم. واحده فيهم بتقول لي الشانل بتتغير ازاي مع التايم. يعني ايه الشانل بتتغير ازاي مع التايم؟ يعني انا عند تايم 1000 دي هيبقى عندي 0.7 و0.1 ولا هيبقى عندي مثلا 0.79 و0.301 مثلا. كويس؟ طبعا لو عندي الفاليوز دي ده معناه انه ما بين تايم 0 وتايم 1000 الشانل از فيري كوريت انها عند التايمز دي قريبه من بعض. الحركه بتاعتي بطيئه ان انا ما شفتش تغيير في الشانل، الشانل تقريبا ثابت ما بين التايم ده والتايم ده. او ان انا من 0 ب 1000 البوينت 8 بقى 0.7 والبوينت 3 بقى 0.1 ففي تغيير في الشانل ما بين الفاليوز اللي بتاخدها من الشانل في التايم ده وفي التايم ده. كويس؟ يبقى عندي اثنين تايم فاليوز كل واحد بيكابتشر حاجه مختلفه. واحد فيهم بيكابتشر شكل الانبوكس ريسبونس عامل ازاي؟ واحد فيهم بيكابتشر تغيير الانبوكس ريسبونس مع الوقت عامل ازاي؟ اوكي؟ اي سؤال؟ قول. يعني الدي دي في الاخر هتترجم لمكانها. احنا فاهمين الدي يعني انا رحت مكان تاني. كويس؟ بس الدي بقى اللي هي 1000 دي، هل انا بجري بسرعه فانا كنت واقف هنا وبعدين بقيت في الاخر خالص؟ ولا انا يا دوبك بمشي كده على رجلي فالتي دي يعني يا دوبك ايه رفعت رجلي كده. فاهم؟ اي سؤال؟ طيب احنا ايه بقى زي ما قلنا عندنا اتش اوف تاو تي هنعرف حاجه اسمها اتش اوف تاو تي. احنا دايما بنعرف اتش اوف تاو اللي هو شكل الانبوكس ريسبونس بتاعي كنا بنعتبر انها ايه؟ تايم انفاريانت شانل. لما كنا لما بنقول ان دي تايم انفاريان شانل فتي دي هتختفي. انا عندي بس اتش اوف تاو اللي هو شكل الانبوكس ريسبونس عامل ازاي هو بيساوي 0.8 و0.3 من دلوقتي لغايه تمام؟ انما لو بيتغير مع الوقت فلازم اعرف بارامتر ايه؟ البارامتر الثاني اسمه ايه؟ اسمه تي. يبقى عندي الانبوكس ريسبونس اسمه اتش اوف تاو تي. تي ريبريزنتس ذا تايم فاريشنز ديو تو موشن. كويس؟ يعني دي هي اللي بتعرفك ان الشانل بتتغير ازاي وانت بتتحرك. Whereas L represents the multi path delay of a fixed value of T. Multi path delay ده اللي هو شكل الانبوكس ريسبونس. ماشي؟ شكل الانبوكس ريسبونس. طيب اي سؤال يا جماعه؟ طيب قول يعني لو الريسيفر بيتحقق او ايه دلوقتي هتشوف دلوقتي حاجه من بعضها. طيب عشان نعرف نشوف البتاع دي احنا هنعرف اللي قدام كده الانبوكس ريسبونس دي زي ما قلنا هو ديبندنت على الفريكونسي. تمام؟ يعني انا عند فريكونس معينه في سيت اب معين هشوف حاجه مختلفه عن لو انا عندي فريكونس ثانيه في نفس السيت اب اللي احنا قلنا السايد ويفز دي هتمنع وتطلع بشكل مختلف مع ايه؟ مع فريكونس صح؟ انا عندي في الحقيقه حاجه اسمها اتش داون دي هي ذا فانكشن اوف فريكونس. يبقى في اتش داون دي الفريكونسي 1 جيجا وفي اتش داون دي الفريكونسي 2 جيجا وهكذا. حلو؟ احنا زي ما قلنا كلمنا في سنه ثالثه قلنا ان احنا دايما بنتعامل مع حاجه اسمها اللون باس ايكويفالنت سيجنال اللي هي اسمها لون باس ايكويفالنت شانل اللي هي اسمها اتش دي وفتاوي دي.
اتش بي اوف تاو دي معناها ايه؟ زي ما قلنا في الاكزامبل اللطيف بتاعنا ان حيز الامب دول هو ماشي كده بالظبط. دول ان انا بايع مش دلتا بقى، هي يعني حاجه قصيره كده وفيها فريكونس معينه. كويس؟ فاي ريسيفت اس بتاع كده دورها بوينتين وفيها نفس الفريكونسي، وبتاع كده فيها بوينت 3 فيها نفس الفريكونسي. ودي ليها فيز معين، يعني انا بعت هنا فيز معين، هنا جالي فيز تاني وهنا جالي فيز تو. كويس؟ ففي حقيقه الامر انا عندي حاجه واحد جيجا ريكت كده استقبلته ريكت واحد جيجا من 0 ل 10 وانا بتكلم عن 1000، واستقبلت ريكت برضه عن 1 جيجا من 1000 ل 1010. وده قيمته بوينت ايه؟ ايجوس جي 51، ده قيمته بوينت 3 ايجوس جي 51. كويس؟ انا زي ما قلت لكم ما بنتعاملش في الكوميونيكيشنز مع الكلام ده. احنا عاوزين نتعامل مع ان انا باعت دلتا هنا استقبلت دلتا هنا ودلتا هنا. دول بقى بيجوا ازاي؟ بيجوا من البيس باند اكويفلنت. فانا هقول ان البيس باند اكويفلنت شانل هي ان انا باعت هنا 1 جالي هنا دلتا قيمتها 1 جالي هنا دلتا قيمتها 48 ايجوس جي 51 وجالي هنا 43 ايجوس جي 52. خلاص؟ فبقيت ببص على الحاجه اللي اسمها لون باس اكويفلنت شانل. طبعا لو بس كل الشانل ده هو اللي انا بعمل بيه كل حاجه، ان انا بعمل سيميليشن او بعمل اي حاجه او او حتى في الحقيقه انا كل حاجه بنزلها بيز باك وعملها بروسيسنج يعني. تشيبس الحقيقيه اللي شغاله ما بتشتغلش عند واحد كده. هي بتطلع في واحد كده وتقوم منزلها بيز باك وتتعامل معاها. لما بتنزل عند واحد كده انا بيبقى عندي الشانل اللي انا عاوز اعملها موديل عشان احل مشكلتها. عشان احل مشكلتها بعمل ايه؟ بروح بعتبر ان انا خلاص بيس باند وعاوز اجيب الشانل، فبجيب البيس باند اكويفلنت شانل عندي كده ريكت كده مربوطه، ودي دخلت في شانل شكلها كذا ودي دخلت في شانل شكلها كذا، فكل حاجه عندي برجعها لايه؟ برجعها للبيس باند اكويفلنت سيجنال. كويس؟ فبقت الشانل دي كانها البيس باند، كانها البيس باند، بس هي مش البيس باند، هي ادي الفريكونسي بتاعتها، والفريكونسي بتاعتها هي اللي بتحدد دي بوينت 8 ايوس جي 51 ولا بوينت 7 ايوس جي 51. تمام؟ لكن في النهايه كل شانل عند كل الفريكونسيز بقدر اجيب البيس باند اكويفلنت بتاعهم، والبيس باند اكويفلنت بتاعهم مش زي بعض، البيس باند اكويفلنت بتاعت ال 1 جيجا غير ال 2 جيجا غير ال 3 جيجا. اوكي؟ فانا بجيب البيس باند اكويفلنت شانل وهو ده اللي انا بتعامل معاه على طول، وهو ده اللي انتوا هتجربوا عليه شويه حاجات في الريبورتس اللي انا هكتبها. طيب الشانلز ده شكلها ايه؟ اللي انتوا كنتوا بتسالوا شانل شكلها ايه؟ ده شكل الشانلز. لا البيس باند اكويفلنت شانل عند تايمز مختلفه. كويس؟ فانا عندي هنا عند تايم 0 عند تايم 1 عند تايم 2 عند تايم 3 مجموعه من الدلتاز. الدلتاز دي موجوده عند تاو 0 تاو 1 تاو 2 تاو 3 4 مش عارف ايه بقى انا ما بنساش. كويس؟ فده شكل الانبوكس ريسبونس على تايم 0 وده شكل الانبوكس ريسبونس على تايم 1 وده شكل الانبوكس ريسبونس على تايم 2. كويس؟ هنا واضح ان في ايه؟ في شويه كومبينيشن ما بين الفاليوز. يعني انا ما روحتش حاجه مختلفه خالص عن ايه؟ عن يعني زي ما يكون بيتحرك بالراحه الراجل وانت عمال تسامبل الشانل اسرع شويه من حركته. فشايف الشانل بيتغير بالراحه. كويس؟ الحاجه الثانيه طبعا اللي برضه تبان وهي في معظم الكيسز كده ان الماجنتيود بتاعت الدلتاز دي عند التايمز القليله اعلى من عند التايمز الكبيره. وده شيء منطقي ان انت عند التايمز القليله الديليز قليله فالباور عالية. التايمز البعيده يعني بتاعها مشيت كتير فالباور قلت. تمام؟ فكل واحده من الدلتات دي ليها موديل مختلف، فممكن يبقى ليها مثلا الافريج ماجنتيود بتاعها مختلف. كويس؟ واحده فيهم مثلا حوالين 0.7، الثانيه حوالين 0.6، بعديها حوالين 0.5، وبعدين 0.4 وهكذا، فتلاقي البروفايل بينزل كده. تمام؟ الماجنتيود بتاع ايه؟ الديفرنت دلتاز يعني. اوكي؟ عبر عن ان انا باعت كانها دلتا فريكونسي معينه استقبلتها نتيجه المالتي بوت اللي احنا عملناه في الصبح بفاليوز مختلفه للماجنتيود وللفيز. الفيز باند اللي انا هشيل منها بقى الساين ده ودي كانها هتبقى كاني باعت دلتا ومستقبل دلتا قيمتها بوينت ايه وليها فيز معين اسمه فاير وان. ماشي. دي اللي تشانل اللي انت هتعمل معاه كونفوليوشن لاي حاجه انت هتبعتها. فانا لو بعت حاجه على تايم زيرو كويس؟ لو بعت حاجه على تايم زيرو هتعمل كونفوليوشن مع الشكل ده.
بعد حاجه التايم 1 تعمل كونفوليوشن مع الشكل ده. كل تايم هتبعت عليه حاجه هتعمل كونفوليوشن مع الشكل اللي موجود في الوقت ده. تمام؟ قول عشان انا مش عاوز اعمل كونفوليوشن لحاجه جواها كارير عامل كده. مهم ما هي ما هي بس كله اكويفلنت في الاخر البيس باند كود. يعني بتشالج عند واحد جيجا دخلت على الريسيفر ضربها في واحد جيجا ونزلها لي بيس باند. فبتشالج اللي كانت عند واحد جيجا دي في اللي انا هشوفه على البروسيسورز بتاعتي هي بيس باند كود. لان انا بنزلها هي كمان بنزل كل حاجه للبيس باند. فبنزل سيجنال بالشانل بكل حاجه بينزل لي عند البيس باند. فانا ما بشوفش جت كده مجموعة ساين ويف، لا انا بشوف جت من غير الساين ويف عملوا بقى كونفيجريشن مع تشانل في هذا الديتيل. وعاوز اكتشف الديتيل دي كانت 1 ولا 0. ماشي. اي سؤال؟ قول. الجي فاي 1 انا باعت انا زي ما شفنا كده انا باعت ساين ويف معينه اهي كويس؟ دي عدت على التشانل وكان في مجموعه كبيره من الساين ويفز اتجمعوا مع بعض. خلاص؟ هنهمل الحته الاولانيه اللي فيها الشخبطه. بعد شويه جت لي ساين ويف ثانيه اللي هي بقى اللي طالعه من الريسيفر بقى هتبقى ساين ويف مثلا عامله كده. دي قيمتها واحد وبادي على التايم زيرو، دي قيمتها بوينت 8 وبادي على التايم ده. بعد ما اتجمعوا مع بعض. الثانيه دي جت من مجموع كل الباتس دي على بعض. لسه ما دخلش في حته. خلاص؟ فانا الديلي ده خلاني دي كانها ساين اوميجا دي بقت كانها بوينت ايه؟ ساين اوميجا دي زائد فاي 1. بالنسبه للاولانيه ما بيفرقش نفس الفيز. فكده بقى فيها ماجنتيود وفيها فيز. خلاص؟ فالبيز باند ايكويفلنت بتاع دي هو بوينت ايه في اس جي فاي 1. فانا ما بقتش بقى لا ببص كده ولا ببص كده. بقى عندي جت كده وعندي جت ثانيه كده اهو. بس في فرق بينهم فرق ماجنتيود وفرق فيز. لا الجت دي الحاجه اللي انا باعتها. انا باعت جت بس كنت باعت جت بالفريكونسي. البيس باند ايكويفلنت بتاعه وجت باللاند فريكونسي. والبيس باند ايكويفلنت بتاع الاوتبوت بتاعه بعد ما عدى على التشانل بقى كده. بوينت 8 اي اس جي فاي 1. فبقت التشانل كانها بوينت 8 اي اس جي فاي 1. ما هو ما اتشفتت دي سيبك من سيبك من انها اتشفتت في التايم مش مهم. هي فيزها مختلف. هي فيز مختلف. قول. دي ايه؟ يعني انت كل ما بتبعت في التايم الكومباجيشن بتاعك بتخش في الموضوع ان الافرج سيجنال بتقل. فبما ان الافرج سيجنال قلت يبقى الحاجات هتوصل بدل ما تبقى في الوسط. اي سؤال؟